على صفحاتنا على فيسبوك بلغت نسبة الوصول أكثر من 35 مليون، بمجموع متابعين اقترب من نصف مليون، ووصل مجموع المشاهدات إلى أكثر من 21 مليون. أما حسابنا على تيك توك فوصل متابعوه لأكثر من 29 ألفا، وحقق إجمالي مشاهدات بنحو 6 ملايين، ونسبة وصول أكثر من 3,300,000. أما صفحتنا على إنستغرام فبلغت نسبة الوصول أكثر من 1,200,000، بعدد مشاهدات اقترب من 6,800,000 متابع، فيما بلغ إجمالي مشاهدات حسابنا على منصة إكس أكثر من 58,000، وحسابنا على سناب شات أكثر من 14,000. بلغ إجمالي المشاهدات على جميع منصات ماعد جروب في 2023 أكثر من 54 مليون. نشرنا أكثر من 25 ألف مادة على صفحاتنا بمنصات التواصل الاجتماعي خلال عام 2023، وأنتجنا أكثر من 2800 محتوى مختلف بين فيديو وإنفوغراف وغيرها. وتناقلت العديد من الصحف والقنوات الإعلامية وحسابات المؤثرين على منصات التواصل إنتاجنا. ماعد وهم ناس بيعملوا شغل كويس قوي، أنا بشكرهم. يعني في تقرير جديد لمؤسسة ماعد، مؤسسة ماعد عدى التقرير، ماعد جروب بيعمل تقارير مصورة دقيقة جدا. وفي العام الجديد نعد جمهورنا نظل دوما على قدر ثقتهم بنا، مواكبين للحدث وناقلين للحقيقة بكل أبعادها بدقة وموضوعية وإنصاف. ماعد جروب.